ماتش في خلال فترة التوقف، وبينما كلنا قاعدين مركزين مع المنتخب الوطني ومواجهتي السنغال واللي احنا في ليلة المباراة التانية منهم، فالأندية المصرية بتحاول ان هي تستغل الوقت ده في ان هي تصلح اي اخطاء وتعدل بعض الامور وترجع بشكل مختلف. اللي كان ناهي الدوري قبل التوقف بشكل جيد يواصل الجودة دي، واللي كان محتاج التوقف ده قوي علشان يحسن بعض الامور اكيد استغلها. مصر المقاصه فريق بيلعب دلوقتي في المركز ال17، فمراكز متاخره، كانت بدايه مهتزه شويه رغم الاداء الجيد حتى في المباريات اللي كان بيخسرها، ما فازش الا مباراه واحده، ولكن الحقيقه انه راجع من توقف على مباراه زمالك في الدوري المصري الممتاز. فمعانا اتنين من لعيبه الفريق الثقيله يعني، وتحديدا في مركز قلب الدفاع، بتكلم هنا على احمد صبيحه وعلى احمد منعم، لاعبي قلب دفاع المقاصه. صبيحه اهلا بيك، منورنا حبيبي. اهلا بك كابتن هاني، مبسوط ان حضرتك النهارده منور الدنيا كلها. حبيبي تسلم. كله كويس؟ كله تمام الحمد لله. والكابتن احمد منعم برضو لاعب قلب دفاع فريق المقاصه. كابتن منعم ازيك؟ حبيبي كابتن، ربنا يخليك. اخبارك ايه؟ زي الفل بخير والله. انت عامل كله كويس؟ عوده حميده كده ان شاء الله. ربنا يبارك فيك، منورنا. ربنا يخليك يا رب. الدوري اتوقف علشان المنتخب، فهبدا معاك صبيحه. تمام. ازاي استغلتوه؟ ازاي استغلتوا الفترة دي علشان الفريق تتحسن نتائجه الفترة اللي جاية؟ احنا لسه انت فاهم فريق جديد، يعني اللعيبة كلها جديدة، فاحنا بنستغل الفترة دي اللي احنا اصلا يعني نقود على بعض اكتر، وكله نفهم بعض، ده بيجري ازاي، احنا نبصله امتى. ايوه، لازم يبقى في تفاهم بيننا. واحنا تقريبا الماتش الجاي اول ماتش هنبص علينا على نفسنا في الجدول، احنا لسه لحد دلوقتي ما بصناش في الجدول. تمام. ده كله بنحاول نفهم بعض. والكابتن تامر بيشوف اللي ناقصنا وبنعمل بنلعب عليه. وعمل ماتشين ودين كويسين، واحنا طمعانين في ماتش الزمالك زي ما الزمالك طمعان في ماتشنا، وباذن الله هنكسب، وهو ده اول ماتش هنبص على نفسنا في الجدول. اشمعنى ده اول ماتش هتبصوا على نفسكم في الجدول، والطمع في الزمالك جاي من ايه؟ يعني انتوا شايفين الوضع دلوقتي يديكم القدره على ان انتوا تطمعوا في نقاط ثلاث من الزمالك؟ بص، وفي ملعب احنا على قد ما نقدر، احنا الحمد لله احنا بنسبه 90% بدانا ناخد على بعض وفهمنا بعض اكتر من الاول، وفتره التوقف دي مصلحه لينا احنا. فاحنا بروحنا وثقتنا في بعض هنقدر نخطى الزمالك ان شاء الله. منعم، اول سنه دوري ممتاز، تالق مع كوكاكولا مع نفس المدرب الكابتن تامر مصطفى، صعود لدوري ممتاز. هسالك الاول على اجواء الدوري الممتاز، ايه مدى اختلافها او شفت ايه مختلف؟ لا، الاختلاف كبير يا كابتن. اختلاف كبير جدا 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 في كل حاجه. كواليتي اللعيبه، كواليتي الملاعب، الاجواء اللي انت بتلعب فيها فوق غير الاجواء اللي تحت خالص. يعني فرق كبير جدا جدا جدا. يعني انت فوق متشاف، تحت يعني الدنيا زي ما بيقولوا كده مظلمه. فاهم قصدي؟ لا، الفرق كبير طبعا، فرق كبير جدا. بيحتاج تعامل مختلف من اللعيب؟ يعني انت هل غيرت حاجات معينه في تدريبك، في تعاملك مع الناس، في تعاملك مع الماتشات، في تعاملك حتى مع بتقول الاضواء بقى بتاعت الدوري الممتاز، غيرت حاجه في نفسك؟ بص يا كابتن، الموضوع موضوع ثقه في لعيب او شخصيه لعيب. تمام. وطموح برضو، انت طموحك رايح فين؟ او انت عاوز ايه؟ او انت باصص لايه؟ تمام. طموحك وشخصيتك هي اللي هي اللي هتخليك تكمل في الملعب بصوره كويسه. ايوه، فاهم قصدي؟ بس لكن انت لعيب ما عندكش شخصيه وما عندكش الكواليتي اللي انت تلعب في المكان ده او الكلام، مش هتبقى كويس. مش اكيد طبعا، مش هتكمل. اكيد صباح اتكلمت من شويه على ان انت احنا كفريق يعني لسه بنعرف بعض، دي نقطه صعبه جدا طبعا. والحقيقه ان كنا بنتكلم على قبل بدايه الموسم انه المقصه اللي مليان نجوم فجاه بيبدا الموسم بلعيبه ما بين شباب، انت كابتن الفريق. يعني بقالك 3 سنين او 4 سنين مع الفرقه، ثالث سنه. ورغم سنك انت اقدم اللاعبين واكثرهم بالتالي خبره في الممتاز. فبتبقى تلاقي نفسك كابتن في السن دي. الدنيا شفتها ماشيه ازاي مع بدايه الموسم على مستوى ان مفيش لعيبه كتير قوي عندهم الخبرات وانت كابتنهم؟ هم اللي احنا فيه دلوقتي هو بيعيدوا الفتره اللي هو اول ما صعدهم دوري ممتاز، كان ايام كابتن ابما كان ماسكهم وكده وحقق نتائج كويسه. أيوة. هم بيعيدوا الفتره ديت. أيوة. عشان كده جابوا مدرب كويس كابتن تامر مصطفى طبعا، والجهاز اللي ماشيين معانا كويس. واحنا جبنا 9 بونت. ايوه، من 12 ماتش، وبالنسبه لنا كويس. احنا لعبنا اول 3 4 ماتشات احنا مش عارف ده بيجري ازاي ولا ده بيجري ازاي، مش فاهمين بعض. فاهمني؟ فالفتره ديت
يعني كلنا مركزين، كل واحد عنده طموح. احنا لعيبه صغيره كل واحد اللي عايز يروح منتخب، وكابتن دلوقتي كابتن كروش درب المنتخب خلى كل الوقت عنده طموح وهدف اللي هو يروح، اللي هو بياخد خد من البنك خد من هنا خد من هنا، فاهم قصدي؟ صح. فكله عنده امل اللي هو يروح، بس احنا هنروح من خلف فريقنا، فاحنا لازم نركز وكده، وكلنا عندنا روح اللي احنا نعمل حاجه كويسه وان شاء الله نعمل نتائج كويسه الفتره الجايه. حفظتوا بعض خلاص يا منعم؟ بنسبه كبيره اه. الكابتن تامر شغال من اول يوم رحنا في نادي المقصه، شغال على اللعبة كلها. تمام. هي زي ما حضرتك قلت وصباحة قال ان اللعبة كلها لسه اول سنة تلعب دوري ممتاز، وزي ما صباحة قال ان النادي عايز يعيد التجربة تاني في 2014 كان جاب احمد الشيخ وحسين الشحات والمجموعه من اللعيبه الكبيره دلوقتي دي، ما كانش ليهم يعني مع احترامي ليهم ما كانش ليهم اسم، فهم عايزين يعيدوا التجربه في ظل الظروف اللي في النادي على قد النادي على قد امكانيات النادي دلوقتي. فكابتن تامر شغال معانا بصوره كويسه في مجموعه لعيبه، يعني انا مش شهادتي فيهم مجروحه بس مجموعه لعيبه فعلا لعيبه محترمه، يعني لو هتشيل مثلا صبيح هتحطه في فرقه هيكسر الدنيا، هتشيل منعم تحطه في فرقه هيكسر الدنيا، هتشيل فلان هتحطه في فرقه هيكسر الدنيا. فالفكره دلوقتي في المجموعه ازاي تشتغل مع بعض. المجموعه دلوقتي التروس يا كابتن هاني بدات تربط مع بعض. ايوه. احنا خدنا اول ماتش بيراميدز، تاني ماتش الجونه، تالت ماتش سيراميكا، واحده واحده بنبدا نحط رجلنا في الملعب. تمام. في بعض القصور وفي بعض الاهتزازات في الملعب، يعني لسه اول سنه تلعب دوري ممتاز. الحمد لله ربنا كرمنا دلوقتي في الفتره اللي احنا فيها. انا لسه كنت بقول لحضرتك قبل الهوا ان شاء الله في مفاجاه كبيره جدا. انتوا الاثنين قلتوا لي مفاجاه وانا بسالكم ايه اخبار التوقف، فحسيت بنبره تحدي كده عنيفه، يعني في انه المفاجاه دي ممكن تبقى عامله ازاي صبيحه؟ مكسب الزمالك هيدي دفع كبير. انت بعد كده مكسب الزمالك ده مش واقف عليها بتلاته بونت بس، التسعه بونت، الماتشين اللي بعدهم المقاولين والمحله، ما الزمالك هو الدفع لنا اللي احنا نكسب الماتشين اللي بعده. وانت اللي كله قريب من بعض، احنا كسبنا ماتشين ثلاثه ورا بعض، احنا ندخل خامس وسادس طبعا الدوري. طبعا يعني لسه الدنيا قريبه، فاحنا عايزين نلحق نفسنا. خلاص احنا زي ما قلنا احنا حافظنا بعض، فمش ناقصنا حاجه. هو احنا الماتشات اللي فاتت في ماتشات احنا كنا نستنى نكسبها، بس الخبره ما كانتش موجوده عند بعض اللعيبه، فدي اللي اثرت علينا. ايوه. فاحنا بنحاول على قد ما نقدر نعالج الحته ديت. الكابتن تامر ماشي معانا في الحته دي كويس قوي، وبيفضل يعالج الاخطاء بتاعتنا. عشان كده بقى انا واخد الماتش الجاي تحدي، واللعيبه كلها اتكلمنا مع بعض ومركزين. احنا الماتش الجاي ديت بالنسبه لنا حياه وموت، يعني لازم نكسب، يعني نطلع بنتيجه ايجابيه، وبعدين ده على ملعبنا. يعني صح. نقطه ايجابيه كمان احنا بنلعب على الكليه الحربيه، احنا تقريبا ما خسرناش عليه ولا ماتش، فدي نقطه ايجابيه لينا للماتش ده. يعني حاجة حلوة ان انت يعني تعمل نتيجة ايجابية قصاد الزمالك. صح. فدي حاجة كويسة لبعض اللعيبة عندنا، هتاخد روح، انت هتلاقي تروح المحلة مع احترام للمحلة والمقاولين وكده، انت كسبان الزمالك. ايوه. فعندك دفع اكبر ان انت تكسب الماتش الجاي. صح. مفهوم مفهوم. فباذن الله خير. وضع الزمالك في مرحلة ما قبل التوقف وتوديع دوري ابطال افريقيا مخليكم طمعانين اكتر من فكرة من قبل كده؟ يعني انتوا بتستعدوا للزمالك وشايفين ان المفاجاه اللي جايه هي ان احنا راجعين من التوقف نكسب الزمالك، وضع الزمالك مساعدكم على التصور ده منعم؟ بص يا كابتن، وضع الزمالك صعب. والجمهور والاجواء اللي فيها نادي الزمالك صعبه، واحنا كمان في اجواء صعبه. الموقف بتاعنا برضو صعب، صعب جدا كمان. تمام؟ احنا ما بنقولش الكلام ده عشان هنلعب الزمالك في الظروف دي. ايوه. يعني احنا معانا كابتن تامر، واحنا بنلعب النادي الاهلي، الكابتن تامر بيقول الكلام ده، وانا بلاعب ايستر كامباني انا بقول الكلام ده. تمام. مع كل الفرق اللي موجوده معانا الكابتن بيقول الكلام ده. احنا بننزل، احنا نازلين عايزين 3 بونت. هو مش احسن مني، او هو مش زياده عني في حاجه. هو بيلعب 11 لاعب وانا بلعب 11 لاعب. هو حقه انه ياخد 3 بونت، وانا كمان حقي ان انا اخد 3 بونت. ايوه. تمام. هي مش ظروف ان النادي الزمالك في المرحله دي مش ازاي اطلاقا. هو في مرحله صعبه معاه ومع الجمهور بتاعه والكلام ده كله، احنا كمان في مرحله صعبه. انت عايز تكسب عشان تحسن وضعك قدام جمهورك، وانا كمان عايز احسن موقفي في الجدول. انا حقي انا كمان طبعا. لكن انا مش ان انا مش بقلل في تحدي مع الزمالك، لا مش بقلل من تحدي مع بالزبط. منافسيه في الفتره اللي جايه انا مش بقلل من اللي اولهم الزمالك بالظبط. احنا فاضل لنا في الدور الاول فاضل لنا 5 ماتشات. تمام. ان شاء الله احنا حاطين هدف قدامنا، اللعيبه كلها والجهاز والاداره في النادي حاطين هدف ان احنا لازم نطلع باكبر المكاسب في الخمس ماتشات دول ان شاء الله. أيوة. بدايتهم الزمالك. لان انت عارف يا كابتن، المكسب بيجيب مكسب. هتكسب الزمالك النهارده، هتروح تلعب المقاولين ان شاء الله، انت عندك الحافز بتاعك. صح. بيعلى الكيرف بتاعك، بيعلى. فاهم قصدي؟ بس فهي دايما النظره هاخد منك واروح لصبيحه للفريق اللي بيكسب اهلي او زمالك، انه
تلاقي دايما الماتش اللي بعده الدنيا وقعت، انتوا بتتكلموا ان لا احنا لو كسبنا الزمالك فالمقاولين والمحله لازم ناخدهم في طريقنا انتصارات. طبعا. لكن الواقع بيتكلم في انه دايما الفوز على الاهلي او الزمالك بيزود الثقه زياده عن اللزوم فتبدا الدنيا تقل. لا احنا ما كسبنا الجونه جينا الماتش اللي بعده فاحنا ادينا بس مش اللي هو اللي كان مطلوب، لا كان مطلوب. فاحنا اتعلمنا من الدرس، رحنا الماتش المصري وفاركو فوقنا فاركو. فاحنا اتعلمنا من الدرس اللي فات. فالفتره الجايه احنا لو كسبنا الزمالك فانت خلاص اتعلمت، فاكيد الماتشات الجايه بالنسبه لنا هي هتبقى اصعب. يعني احنا عندنا ماتش المقاولين اصعب من الزمالك. يعني احنا بالنسبه لنا الزمالك ده اسهل من المقاولين. اصل هو يعني احنا المقاولين دلوقتي شبه بعض. مظبوط. اللي هيكسب هيطلع فوق التاني. ف باذن الله ماتش الزمالك هيكسبكم بنقطتين في الدوري. ايوه بقول لك ماتش هتكسب المقاولين هتطلع فوقهم. صح. هتطلع تلعب المحله باذن الله نعمل نتيجه ايجابيه هنطلع فوق. فالدنيا لسه قريبه، احنا لو ما لحقناش نفسنا دلوقتي في الماتشات الجايه ديت هنبقى في موقف حرج. مظبوط. خساره الاهلي 4-0 او الخساره من الاهلي 4-0 كانت صدمه اكيد بالنسبه لكم، عايز اسمع منكم. لكن نروح للمنتخب شويه مع احد نجوم الكره المصريه الكابتن تامر عبد الحميد الظهير الايمن السابق لنادي الزمالك. كابتن تامر ازيك؟ اولا وحشني، ثانيا منور الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين. انت مش وحشني طبعا عشان بتفرج عليك كل يوم. حبيب ما انا بتفرج برضه عليك انا كمان بس وحشني. منور ومنورين الكباتن الجمال المقصه معاك. حبيبك يا كابتن. منور يا كابتن، بيسلموا عليك. كابتن تامر بكره ماتش تاريخي، ماتش اهم ماتش في اربع سنوات سابقه، تاهل للمونديال، فايز 1-0 ذهابا وبتلعب مع السنغال هذا الفريق القوي على ملعبه، شايف ازاي المواجهه؟ صعبة جدا. يعني محتاجة كتيبة كوماندوس علشان تحافظ على فرق الهدف اللي انت استطعت ان انت تتقدم بيه هنا، مع العلم طبعا ان يعني ليك وعليك. ليك نقط قوة كبيرة جدا تقدر تستغلها في مباراة زي كده، اهمها الادفانتج اللي انت واخده ان انت كسبان 1-0. النقطة الثانية ان انت لعبت السنغال على مدار 225 دقيقة ونجحت ان هم ما يسجلوش فيك اي اهداف. مزبوط. يعني الشبكة بتاعتنا تمام زيرو. هيتقول لي ال 225 دقيقة دول اللي هم بتوع ايه؟ هقول لك ال 120 دقيقة بتوع نهائي بطولة الأمم. أيوة. الأفريقية، زائد ال 90 دقيقة اللي لسه لاعبينهم من ثلاث أيام، 210 دقيقة وال 15 دقيقة الوقت الضايع بقى ما بين هناك وهنا والإكسترا تايم والكلام ده كله. أيوة. أنت لعبت قدامهم الفترة الزمنية دي كلها ونجحت إن أنت تحافظ على شباكك نظيفة. بتلعب طبعا قدام حشد جماهيري، اليو سيسين مدير الفني للمنتخب السنغالي بيستنسخ تصريحات كيروش من بعد لقاء الذهاب هنا، وبيحاول ان هو يحشد الجمهور السنغالي قرابه 80-85 الف متفرج. هو يعلم جيدا ان وجود الجمهور المصري بالكثافه ديت اكتر من 70 الف كانوا موجودين في استاد القاهرة كانوا كفيلين جدا ان هم يهزوا المنتخب السنغالي، خاصة في ال 20-25 دقيقة الاولانيين اللي انت نجحت ان انت تتقدم من خلالهم. فهو عاوز يستخدم هاني نفس السلاح دوت هناك بحيث ان هو يرجع المباراة 0-0 على الاقل الشوط الاول. هتقول لي ازاي 0-0؟ اقول لك ان هو يحرز هدف بحيث انه بعد كده هو تبقى الاولوية ليه. تفتكر منتخبنا ممكن يظهر بشكل هجومي يباغت بيه منتخب السنغال، ولا التأمين هيكون هو الخيار الأول بالنسبة لنا؟ لا، التأمين طبعا هيبقى الخيار الأول بالنسبة للمنتخب المصري. لابد ان احنا نعرف ان السيناريو بتاع الجيم لن يختلف كثيرا عن السيناريو اللي هنا. اول 10 دقايق ربع ساعة المنتخب السنغالي هيستغل الأرض، هيستغل الجمهور، هيستغل ان منتخب مصر مش حافظ أرضية الملعب اللي لأول مرة بيلعب عليه المنتخب السنغالي من فترة طويلة الملعب دوت. أيوه. فهيحاول إن هو في الوقت دوت يخطف منتخب مصر بهدف. أيوه. هيبقى هنا الصراع بقى صراع الإيرادات على مستوى إن أنت تحجم هذا الفريق المحترم جدا اللي بيمتلك عدة عناصر هجومية
ممتازه باستثناء اللاعب اللي يقدر يترجم السيطرات ديت لهدف. صح. قول لي مانيه، هقول لك مانيه جناح شمال عنده القدرات الهجوميه انه من اي حته في الملعب بيقدر يروح على الجول. أيوة. مباشره، لا بيرقص عرضي ولا بيرقص طولي، لا هو بيرقص قطري في اتجاه الثلاث خشبات. انما ينقص المنتخب السنغالي الهداف اللي يقدر يترجم السيطرات والمهارات الكتيره اللي عنده لحصيله اهداف متميزه. طيب بسالك على الناحيه اليمين، مكانك المفضل عمر جابر، هل كانت مفاجاه اشراكه في لقاء الذهاب ولقاء الغد؟ هل بنفس السيناريو الدفع عمر جابر ولا العوده لعمر كمال عبد الواحد؟ لا، عمر جابر، عمر جابر كان خيار محترم جدا وموفق جدا من كيروش. هو اختار لعيب حريف، خلي بالك اللعيب الحريف لما يلعب عليه مدافع حريف زيه يقدر يوقفه. فعمر جابر لعيب حريف، لعيب عنده خبرات في حته الظهير الايمن مع منتخبات مصر من الناشئين، في مع الزمالك في بطولات افريقيا تقل قوي في الحته دي، كمان في بيراميدز لعب الكونفدراليه في المكان دوت، فعنده الخبرات دي. ده رقم واحد. رقم اثنين، مواصفات عمر جابر الجسديه انه يعني عنده رشاقه ومرونه عاليه، يعني لعيب مش تقيل، فالفنتات عنده يقدر يعملها بشكل كويس، فالنوعيه اللي هي تقدر تلم نفسها في موقف واحد ضد واحد جاي ساديو ماني. ايوه. وجهه نظري الشخصيه بقى المتواضعه جدا ان هو نجاح كيروش في القفل على ماني في المباراه الاولى ما كانش عمر جابر بس، لا كان حمدي فتحي جنب عمر جابر، فرقوا كتير جدا الاثنين مع بعض ان هم يقفلوا الجنب ده. طيب السؤال الاخير هشرك معانا فيه احمد منعم واحمد صبيحه باعتبار ده مركزهم قلب طبعا. الدفاع، وانا بسالك كابتن تامر مين الاثنين المساكين عندنا بكره في غياب الونش ومحمد عبد المنعم؟ ياسر ابراهيم شارك في المباراه اكملها مع الونش، واستدعى علي جبر ورامي ربيعه بوجود محمود علاء كمان. تصورك مين الثنائي اللي يلعب بكره المباراه؟ يعني طبعا لو انا كيروش بالتاكيد هيبقى ياسر. يبقى ياسر ده بالتاكيد. تمام. يعني بالتاكيد ده هو ده اللي هيبقى موجود، لان ده اللي كان تبديل وده اللي لعب وده اللي رجليه في الملعب حتى ولو دقائق، فهو اللي خد الاجواء. مين يجاوره؟ يعني اعتقد الاقرب هيبقى محمود علاء، لاني ما بفضلش ان حد يجي من بره خالص يلعب. على الاقل اللي كان موجود جوه المعسكر واخد الـ الاجواء الاجواء. التركيز، الكلام ده كله، ان هي هتبقى كده مش مستويات فنيه، لان الثلاثه قريبين من بعض، سواء محمود علاء او ربيعه او علي جبر، الفروق الفنيه ما بينهم مش كبيره. طيب. على مستوى الخبرات علاء زيه زي ربيعه زي جبر، الثلاثه برضه لعب افريقيا كتير قوي سواء في الاهلي او الزمالك او بيراميدز. طب نفس السؤال بساله بقى لصبيحه ومنعم برضه في وجودك كابتن تامر، صبيحه مين الثنائي اللي يلعب بكره الدفاع؟ شايف لو انا مكان مستر كروش يكون ياسر ابراهيم وعلي جبر. ليه؟ ياسر طبعا عشان شارك الماتش اللي فات وكان لاعب كبير وبس ما شاء الله، وما نزل عمل ماتش جامد قوي. علي يعني الفترة دي فترته فايق، فأنا شايف اللي هو لو شارك هيبقى كويس هو جنب ياسر يعني ابراهيم. منعم؟ وأنا مع كابتن تامر إن هو ما يجيبش حد من بره قوي يدخله. تمام. بس عندي نقطة تاني، علي جبر هيبقى مميز في الكرات العرضية والكرات الثابتة اللي لينا واللي علينا. فاهم قصدي؟ أنا شايف ياسر وعلي. هيبقى احسن من ياسر ومحمود علاء. ومحمود علاء علي افضل من محمود علاء في الكرات الثابته اللي علينا والكروسات الكتير. حضرتك شفت في الماتش الاولاني كان كذا كره ثابته كتير قوي. كرات ثابته عامله خطوره كبيره جدا علينا. مظبوط. فانت لازم عايز حد في البوزيشن ده بالذات يكون طويل القامه يلعب بدماغه كويس قوي. فانا شايف علي جبر في المكان ده هيبقى مميز. يعني اتنين اختاروا علي في مواجهه واحد اختار علي. خلي بالك يا استاذ هاني، خلي بالكوا يا رجاله انه ممكن يكون عنده خيار مختلف تماما، ممكن يستعين بايمن اشرف في الحته. مفهوم طبعا. هو ممكن يلعب بتكلم في الافضليه طبقا لرؤيتنا احنا. ممكن يلعب بثلاثه كابتن؟ تفتكر ممكن يلعب بثلاثه؟ منعم بيقول يلعب بثلاثه. لا ما اعتقدش، لا هو هيلعب 4 3 3 بشكلها الطبيعي جدا، وما انصحش ان هو يغير الطريقه في ماتش زي في ماتش زي كده، يعني ما ياخدش اي نوع من انواع الريسك. يعني هم نفس المجموعه بنفس التكتيك بنفس التشكيل، هي بس القصه كلها تبقى مين قلب الدفاع الثاني اللي جنب ياسر باي. طيب توقعك لنتيجه المباراه؟ ان شاء الله هنصعد باذن الله. النتيجه
النتيجه يا رب نصعد. النتيجه ان شاء الله 1-1. منعم؟ انا شايفها تعادل سلبي. صبيحه؟ 1-0 محمد صلاح. محمد صلاح ده محدد النتيجه والاهداف كمان. كابتن تامر انا بشكرك جدا. الواحد اللي قال لي محمد صلاح في الدقيقه كام؟ صبيحه في الدقيقه كام قول صلاح؟ قول دي في الدقيقه كام؟ ان شاء الله في الشوط الاول. الشوط الاول مش لازم بقى تفاصيل اكتر من كده عشان ما نقطعش. كابتن تامر انا بشكرك جدا وكالعاده اتشرفت بوجودك وان شاء الله بكره نبارك لبعض التاهل للمونديال. نورنا كابتن تامر عبد الحميد. هروح معاكم انتوا بقى للمنتخب. صبيحه ومنعم فيما يخص الاثنين مساكين، اتكلمتوا الاثنين عن ياسر وعلاء وعلي جبر هم اللي يلعبوا. منتخب السنغال ايه اهم اسلحته؟ ايه الخطوره الحقيقيه اللي ممكن تهدد؟ الاطراف. الاطراف هو الاطراف عندهم بصراحه اطراف قويه قوي. فهو مستر كروش لازم يوقف الاطراف دي. فانا كنت اللي هو لو وقف الاطراف ممكن احنا نلعب من يغير الطريقه. يلعب من القلب. ممكن كره بصلاح جون او تريزيجيه فاهم، هتعمل خطوره من القلب عشان هم الاطراف عندهم قويه قوي. فانت لو عملت عليهم خطوره من القلب هيطلع 0-0 يا نكسب زي ما قلت لك 1-0 محمد صلاح. فانا شايف ممكن كمان يلعب بخمسه 5-3-2. فاهم لو انت توقف الاطراف قوي تمام وانت هتلعب على واحده. انت ان جبت جون الماتش خلص. صح، لو جبت جول هيبقى هم محتاجين 3 اجوال. تمام، انا بقول لك ممكن خمسه دي انا ملعب بخمسه حاجه كويسه برضه. اللي هو هيقفل ورا وهتلعب على واحده تخطف واحده. كلاعيبه انتوا يا منعم لو بتلعبوا طول الوقت باتنين مدافعين وجاي مدرب في مباراه فارق ما بينها وما بين المباراه الثانيه 3 ايام قال لكم هتلعبوا النهارده هنلعب بثلاث مدافعين، ده بيربك حساباتك انت كمدافع هيتحط بدل ما يبقى جنبك صبيحه بس يبقى واحد ثالث جنبك، ولا بتسهل عليك المهمه؟ الموضوع مش سهل ومش صعب ابدا. ازاي؟ مش سهل لو الثلاثه اللي بيلعبوا جنب بعض متفاهمين. صعب لو الثلاثه مش متفاهمين. ايوه، لان انا ممكن اعتمد على صبيحه وصبيحه يعتمد على منام. فاهم قصدي؟ المكان ده بيكون البوزيشن بتاعه يعني ما ينفعش تغلط فيه، ما فيهاش مخاطره بالظبط، ما ينفعش ريسك خالص خالص. فلو الثلاثه اللي بيلعبوا جنب بعض متفاهمين لا هتنجح وبصوره كبيره جدا. احنا وانا مع كابتن تامر السنه اللي فاتت اغلبيه الوقت واحنا تحت بنلعب بثلاثه تحت. أيه، اغلبيه الوقت. مزبوط. وفي ماتشات واحنا السنه دي لسه عايز اقول لك والسنه دي لعبنا كذا ماتش بنفس الطريقه. هو اهم حاجه الثلاثه اللي تحت يكونوا متفاهمين مع الاثنين الباكات يا كابتن. مع الاثنين الباكات يعني الباك رايت والباك ليفت تمام. يبقوا الخمسه اللي ورا واحده واحده. ما ينفعش واحد فيهم يفك. لان لو واحد بس فك من الخمسه دول حصلت مشكله كبيره جدا عندك. هتطلط جون. من الاخر يعني بلغه الكوره هتطلط جون. مظبوط. اهم حاجه الثلاثه يبقوا متفاهمين زي ما قلت. دي سهوله بس انا ما اتوقعش ان هو يلعب بثلاثه. ولا انا ما فيش حد يتوقع ان يلعب بثلاثه. الثلاثه دي ممكن تعتمد عليها في اخر المباراه وانت بتزود التامين قوي. بالظبط. نازل مدافع ثالث ينزل معاهم. صح. لكن البدايه اكيد مش هتختلف طريقه اللعب، لكن دايما يبقى السؤال على نص الملعب انه مين الثلاثه اللي في نص الملعب؟ هل يبقوا نفس الثلاثه؟ هل يحصل تغيير؟ هل زيزو؟ هل قفشه؟ ولا سليه نني؟ لا هم نفس الثلاثه. نفس الثلاثه. هم ماشيين بشكل كويس. ويعني حفظوا بعض. فاهمني؟ فهو شوط هيبدا بنفس بدايه الماتش اللي فات ما عدا علي جبر. وياسر ابراهيم طبعا الاثنين السكينة اتصابهم ربنا يرجعهم بالسلامه ان شاء الله. يا رب. واحد اتصاب والثاني اتوقف. بس ان شاء الله هنكسب. ان شاء الله يا رب. خير باذن الله. وقول صلاح. بيكون صلاح ان شاء الله. منعم. لا انا مختلف مع في الثلاثه اللي قدام عندنا. اه انا بقول ممكن يلعب يعني هم الثلاثه الديفندرات الحمدي والسلاوي والنني. أيوة. تمام. تريزيجيه على الشمال، صلاح في القلب، وزيزو. مصطفى يبقى هو الدكه في المباراه. دي انت الماتش ده كابتن مش محتاج فيه فرود صريح. تمام. انت الماتش ده كده كده انت هتنزل تامن. تمام. أيوة. لازم يبقى عندك ثلاثه اللي قدام سرعه جدا وفوتبولر كويسين. وبيعرفوا يفنشوا كويس قوي. تمام. تمام. عندك زيزو ما شاء الله، محمد صلاح طبعا ما حدش هيتكلم عليه. تريزيجيه، الثلاثة اللي قدام عندهم سرعات وبيدافعوا كويس جدا. أو يعني الطرفين انت عندك الطرفين انت عندك الطرفين هيبقى عندك زيزو هيدافع كويس قوي مع عمر جابر. والجبهة الثانية هيبقى تريزيجيه هيدافع كويس قوي مع فتوح زي ما حصل في الماتش الاولاني. مظبوط. وهيبقى عندك محمد صلاح في القلب هتعرف تطلع عليه كويس جدا. تمام. بكاونتر اتاك تجاريا فارد ممكن الماتش الماتش بكره. صح. الماتش بكره كابتن هو انت هتبقى مأمن. تمام. مش هتحتاج لمصطفى محمد، مش تقليلا من مصطفى محمد
لا خالص، لكن ظروف المباراه ظروف الماتش هتحتاج ده. ايوه ثلاثه قدام بسرعه جدا، فوتبولر كويسين بيعرفوا يفنشوا على الجون كويس قوي، في كوره كونتر اتاك خلصت الماتش شكرا. أي. انت مش محتاج اي حاجه من الماتش تاني. بس يا رب يا رب يا رب ان شاء الله يا كابتن ان شاء الله يا رب ان شاء الله. هتكلم معاكم شويه برضو عن المباراه وهرجع للمقصه تاني، لكن بعد الفاصل في الماتش خليكم موجودين معانا في وجود احمد صبيحه واحمد منعم لاعبي فريق مصر المقصه، خليكم معانا. بطوله عربيه دوليه لسباقات الهجن هيدعى اليها كل الدول العربيه، السودان، الأردن، الإمارات، الكويت، السعودية، قطر، البحرين، كل الدول العربية موجودة معانا في هذا المؤتمر إن شاء الله، وستوجه ليهم الدعوة من السيد وزير الشباب. بداية هذا المهرجان موضوع تحت رعاية السيد رئيس الوزراء. هذا المهرجان تم الاتفاق مع السيد وزير الشباب والرياضة ودار التحرير للطباعة والنشر على اقامته يوم 21/5. احنا بنشوف احنا من دورنا كمؤسسه دار التحرير طبعا نشر الجمهوريه دور تنويري وتوعوي، واحنا بندعم جميع المناسبات اللي بتضيف لمصر وبترفع اسم مصر في الخارج، ودي اول بطوله دوليه عربيه بتعمل الهجن. وفقنا مع سياده اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء واستاذ الوزير اشرف صبحي ان المؤسسه تبقى الراعي الاعلامي والاعلاني ليها، واحنا بنعدلها بكل جهد ومصابره من خلال اصداراتنا ورجال الاعمال، وان شاء الله تبقى بطوله ناجحه في ظل قياده سيدنا الرئيس عبد الفتاح السيسي. ثقافة ان 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 الكرسي ده مش دايم لحد، النهارده كلنا معرضين ان احنا موجودين النهارده مش موجودين بكره، فلازم النهارده نعلم حتى الولاد الصغيرين ابنائنا الحكام ان اللجان مش مجرد ان رئيس اللجنه حصل تغيير عادي جدا، دي سنه الحياه، لازم نوصل رساله للناس، لابد تشكر الناس وتسلم على الناس ويقولوا لبعضهم احنا متواجدين بنكمل مسيره ناجحه للجنه السابقه برئاسه الكابتن محمد كمال ريشه. احنا دايما ما الجديد دايما اللجان الجديده بتقول نبدا من الاول، لا ده احنا هنكمل على مفيش حاجه اسمها ابدا من الاول. هبدا من الاول، عندي شغل كان الكابتن ريشه عامل شغل رائع جدا، فاحنا هنبني شغلنا على ما تم ونكمل بعد كده على ما تم انجازه. طبعا عاملين خطه منبثقه من خطه الاتحاد المصري لكره القدم لتطوير الحكام عندنا، ومن خلال طبعا انخفاض المستوى العمري للتحكيم للحكام، على يكون عندي حكم مثلا 25 سنه درجه اولى ويوصل ل 30 سنه يبقى دولي، يقدر يسد بعد كده في المحافل الدوليه ان شاء الله. حضرتك الوجوه اللي انت شفتها اجماليها 63 حكم، في 30 حكم متقدمين، في خلال الاسبوع ده امتحانات للترقي من الدرجه الثانيه للاولى ومن الثالثه للثانيه، وفي حكام جدد. اهلا بيكم مره تانية في الماتش، منورني لسه احمد صبيحه واحمد منعم نجمي فريق مصر للمقصه، منورين يا كباتن. اللعب في كاس العالم حلم، والحلم ده مش اي لعيب او مش لعيبه كتيره حصلت عليه، لان احنا في تاريخنا ثلاث مرات بس، فثلاث اجيال بس في تاريخ الكره المصريه شاركوا فيه، منهم جيل سنه 34 فما عاصرناهوش. فالمشاركه للمره الثانيه على التوالي حلم. اتكلمت معاه من صبيحه من شويه على انه كيروش فتح نفسنا كلعيبه طبعا، انه بياخد لعيبه من انديه مختلفه اكيد، حاططها في بالك؟ اكيد. وكان عندي امل ان اروح كاس العرب السعوديه. ايوه كان عندي امل نتلعب في قطر. كان عندي امل ان اروح وكده، ولحد دلوقتي عندي امل ان احنا نصعد كاس عالم والعبه. تلعبه؟ انا من ايام النصر انا بحلم نلعب كاس عالم، صحابي كنت بقول لهم النصر ده اللي هو من اربع سنين ولا حاجه قبل ما تروح المقص. فاصحابي بقول لهم انا العب كاس عالم ان شاء الله الجاي، قعدوا يتريقوا عليا وكده. بعدها كلمت والدتي فقلت لها ادعي لي بقى ان انا العب كاس عالم وكده، الدعوه اتاخرت ان شاء الله هتيجي في وقتها. ان شاء الله تيجي، مش انت قلت كاس العالم 2022؟ باذن الله. يبقى لسه ما اتاخرتش احنا فيها معاك، نتاهل بس بكره
يا رب باذن الله. وست شهور تنضم ان شاء الله باذن الله. هنضم قريب باذن الله ان شاء الله. منعم، لو هنتكلم على نفس القصه، فالوصول برضو للدوري الممتاز حلم اكيد كان من احلامك. طبعا وصلته في سن 28. تمام. وده برضو معناها انك سعيد كتير قوي لحد ما وصلت للكابتن. جدا يا كابتن. ازاي احكي لي؟ جدا، يعني انا عانيت كتير جدا 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 في مسيرتي وانا في الناشئين وانا صغير. انت بادئ اسماعيلي. الدنيا اتبهدلت معايا ولطشت معايا، وبص يعني ما كانتش ماشيه خالص لعيب كوره. احكي لي اصعب حاجه واجهتها كلاعب كوره. كان انتقالي لما انا مشيت من الاسماعيلي، مشيت من الكهرباء. اول سيزون ليا كان في الترسانه. تمام. كان الدنيا طبعا اجواء غير الاجواء، ونادي الترسانه ونادي كبير وليه شعبيه وجماهير والكلام ده. لعبت اول سيزون مع الترسانه. تمام. كان كابتن علاء نوح اللي كان موجود. وصلنا لاخر ماتش في الصعود، كنا المفروض خلاص هنصعد. لو كسبنا اخر ماتش كان عندنا شبين. كان في ملعب الشرطه، لو كنا كسبنا الماتش ده كنا صعدنا دوري ممتاز. تمام. ما صعدناش، خسرنا اخر ماتش ده. السنه دي صعد فيها نجوم المستقبل. تمام. السيزون اللي بعده كنت برضو فضلت مع الترسانه مع كابتن احمد كشري وكده، برضو كنا ماشيين في ظل المنافسه والدنيا كانت زي الفل. تمام. معانا برضو ما حصلش نصيب في الاخر. اخر يعني اخر فتره في الترسانه دي اللي عانيت فيها، كان الكابتن علاء ميهوب كان جه مسك الترسانه في الوقت ده. فتره قصيره قوي. جه مسك في الوقت ده، وكان الناس اللي موجوده كان القوام الرئيسي والاساسي اللي موجود، اللي كان بيلعب الموسم اللي قبله على طول. جه كابتن علاء، تمارين فتره اعداد زي ما اي فرقه بتعمل فتره اعداد. كذا حد كابتن مشاه في الاول، كان بيتعامل معايا انا معامله ثانيه خالص خالص. انا اول مره اتمرن مع كابتن علاء. اول مره في حياتي اتمرن مع كابتن علاء. بيتعامل معايا اكني عارفني مثلا من وانا عندي 8 سنين. معامله كويسه جدا. كويسه جدا جدا جدا. فوق ما تتخيل. انا السنه اللي قبلها على طول كان جاي لي سموحه ورئيس النادي في الترسانه ما رضيش يمشيني، قال لي لا انت هتفضل موجود في النادي، انت اللي هتصعد النادي وهتفضل موجود. تمام. مع الناس. فكي كابتن علاء فضلنا فتره طويله بقى، فتره الاعداد كلها، وبيتعامل معايا كابتن هاني معامله غير طبيعيه. تمام. حتى زمايلي في النادي بيفضلوا انت ده ابوك ده، انت بتتعامل معاه كده ازاي ده. انت ما بتعرفوش. جه مشاني في اخر وقت في القيد. اخر وقت في القيد يا كابتن. انت صدمتني بعد كل التمهيد ده. قسما بالله زي ما بحكي لك كده، اخر وقت في القيد، يعني يوم بكره ده اخر وقت في القيد خلاص. لو ما لحقتش مكان انا قعدت في البيت خلاص. فعملت ايه؟ كان وقتها كان كابتن كريم مدير الكوره. كريم حسن شحاته. تمام. دخلت اتكلمت معاه، يا كابتن طب هو ده ينفع؟ طيب ده يرضي حد؟ انت تمشيني في الوقت ده؟ يا منعم هو الكابتن مش عايزك. طب ما هو مش عايزني مثلا من 10 15 يوم، من 20 يوم. مشيت انا، كان الوكيل بتاعي كان وقتها كان كابتن تامر النحاس. مشيت مش عارف اي حاجه، مش عارف اروح فين ولا الدنيا خلاص. يا كابتن بكره كده هيقفل. مفهوم. كلمني قال لي خلاص هنروح كوكا كولا. تمام. رحت كوكا كولا، الدنيا برضو هناك الظروف ما كانتش، كان مع كابتن ممدوح عبد الحي. الدنيا ما كانتش على ما يرام خالص. جاي من الترسانه كوكا كولا، هم في نفس الليفل، بس الدنيا هناك كانت معدومه. ماديا وكل حاجه في اول سنه انا رحت فيها. حتى كان المجموعه بتاعت اللعيبه اللي كانت موجوده كلها اتباعت. كان مجلس الاداره باع اللعيبه كلها. كان كابتن تامر كان سافر السعوديه واخد لعيبه معاه، وناس راحت بتروجيت وناس كده. الفرقه اتوزعت، فانا رايح على امل ان في لعيبه وفي الدنيا مظبوطه. نلعب ست شهور او سنه وخلاص بقى انتقل من مكان تاني. وكان ده كان وعدي مع رئيس النادي. ايوه. وتامر النحاس وقتها كابتن تامر. الدنيا ما ظبطتش خالص، وكان موسم للنسيان بالنسبه لي. تمام. الموسم ده الفتره دي من وقت ما انا مشيت من الترسانه لحد ما الموسم اللي انا لعبته في كوكا كولا ده انتهى. جه بعدها بقى الموسم اللي بعده كان جه كابتن محمد عبد الله في اخر. أيوة. خمس ماتشات. تمام. كان بعد كورونا على طول، ومسك خمس ماتشات في الموسم الجديد. كنا اخر الجدول. يعني في الموسم. تمام. الجديد كنا اخر الجدول يا كابتن. جه كابتن تامر مصطفى. تمام. فجيب مجموعه لعيبه اللي كانت موجوده، كنا مجموعه لعيبه كويسه بس. تمام. الظروف ما كانتش مساعدانا. تمام. جه كابتن تامر، الدنيا اتغيرت خالص. 8 ماتشات بنكسب 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 بنكسب.
لحد ما بقينا ثالث الجدول. هو اول اجتماع لينا قال لنا الجدول ده هيتشقلب كده. وحصل لحد ما صعدنا. لكن انا الفتره الصعبه اللي بالنسبه لي اصعب فتره عليا في حياتي الكرويه من وقت ما مشاني كابتن علاء ميمون الموسم بعدها طيب في المقص 14 جول في الجولات اللي فاتت، ده رقم كبير. المشكله في الدفاع ولا ايه؟ بعد ما اخد التليفون ده مع نجم كبير من نجوم الكره المصريه الكابتن اسامه عرابي. كابتن اسامه اهلا بيك، منورنا. اهلا وسهلا بك يا هاني، واهلا وسهلا بضيوفك الكرام والساده المشاهدين. احمد منعم واحمد صبيحه لاعباء المقصه بيسلموا على حضرتك كابتن اسامه. اهلا وسهلا بيهم. اهلا وسهلا كابتن اسامه. ساعات قليله قوي بتفصلنا عن حلم بينتظره الملايين، مش بس جوه مصر بل حول العالم، من المصريين والعرب. شايف ازاي المواجهه ضد السنغال؟ مواجهه صعبه جدا للفرقتين. مفيش شك الفرقتين واصلين نهائي امم افريقيا الاخيره. فهي السنغاليه طبعا اللي خدت البطوله، وواحده من افضل الفرق العشره المتاهلين للنهائيات، يعني او للتصفيات للنهائيات كاس العالم. ايضا مصر بتاريخها الكبير ونجومها الكبار، وطبعا على راسهم محمد صلاح. نفس الشيء الناحيه الثانيه ساديو ماني ونجوم كبار. فاكيد المباراه صعبه، وكان متوقع قبل اللقاء الاولاني ان النتيجه مش هتتحسم الا غير في المباراه الثانيه في السنغال. فمنطقي جدا بحجم الفرقتين دولت ان المباراه تنتهي هناك. ف انت لعبت شوط يعني النتيجه هايله طبعا 1-0، لانه كان مهم قوي تكسب. لانك انت ما بتلعبش فرقه صغيره، المهم كان نمره واحد انك تكسب، نمره اثنين انك ما يجيش فيك جون، دي مهمه جدا. صح. لكن الاداء طبعا ما كانش على المستوى المطلوب، لكن بكره نتمنى الاداء يبقى افضل، والاهم طبعا ان شاء الله النتيجه تكون في صالحنا. يعني تتوقع النتيجه كام كابتن اسامه؟ لا ما توقعش النتيجه كام، ولكن انا شايف ان فرصه الصعود متساويه بين الفرقتين 50% و50%. يعني انت كسبان المباراه الاولى 1-0 في ملعبك. ايضا دلوقتي هو بيلعب في ملعبه ووسط جماهيره. زي ما قلت لك كان مهم قوي تكسب، ما تخسرش اللقاء او تتعادله، وده حققته انت في الشوط الاولاني. فعندك مواجهه صعبه بكره جدا ليك وليه، يعني السنغال هيبقى مضغوط انه عايز يعوض ويصعد، فبرضه هيبقى عنده مشاكل شويه في خط ظهره، لانه هيبقى اكيد مندفع شويه للهجوم. فدي نقطة ممكن انت تستغلها. لان انا شايف ان احنا لو قدرنا نجيب هدف في اي وقت من اللقاء هيكون ده العنصر اللي ممكن يحسم قوي. المكسب. لكن طول ما النتيجة 0-0 هي نتيجة قريبة، يعني 1-0 دي نتيجة قريبة في الكورة يعني. ان شاء الله خير، وان شاء الله باذن الله نبارك بكره التاهل للمونديال يا كابتن اسامه. واتشرفت كالعاده بوجودك معايا نجم الكره المصريه والاهلي السابق. قبل ما نرجع لصبيحه ومنعم، فخلال فتره التوقف الدولي سيراميكا كليوباترا بيواصل استعدادات للعوده للمسابقه، هيكون بلقاء فيوتشر في الدوري المصري الممتاز. وفي نفس فتره التوقف معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا حصل على لقب أفضل مدير رياضي في الدوري المصري الممتاز للسنة الماضية بجوائز الأفضل من خلال رابطة النقاد الرياضيين. تعالوا نشوف بعد هذه الجائزة كيف احتفل به لاعبو سيراميك كليوباترا، لأنه الحقيقة ليه دور كبير قوي بالتعاون مع الأستاذ طارق أبو العينين والجهاز الفني واللاعبين في تحسين النتائج والوصول لما يستحق هذا الفريق. مفيش حد بيوصل لحاجه كويسه او لمكانه كويسه لوحده. اكيد اي حد مننا بيوصل لحاجه كويسه بيبقى ده الشغل الجماعه كلها الناس كلها. انا عمري ما هنجح لوحدي، ولا عمري ما كابتن هيثم هينجح لوحدي، ولا عمري ما في لعيب منكم
هيبقى في مكانه كويسه ويبقى في حته بعيده لوحده، اكيد بمساعده كل اللي حواليه. الحقيقه من بدايه من يعني الحاج محمد ابو العنين والاستاذ ابو العنين والناس كلها في المجموعه وفي الشركه كلها، اصغر واحد موجود في النادي هو كان اساس في اي حاجه الواحد يوصل لها او ينجح فيها من بدايه وجودي في النادي لغايه النهارده. فكل واحد فيكم ليه دور في التكريم، وكل واحد في الجهاز ليه دور في التكريم، وكل واحد في الاداره، وكل واحد في محاسب، حتى العامل اللي شغال في الشركه ليه دور في اي حاجه الواحد بيوصل لها. فانا بصراحه بشكر كل الناس، والتكريم ده مش تكريم ليا، ده تكريم لكل الناس اللي موجوده الحقيقه. اهلا بيكم مره تانية، اهلا بيكم منورينا. 14 جول الناس دايما بتبص لها انه مستوى الدفاع في مشكله، انتوا شايفينها ازاي؟ اللعبه كلها مقصره من اول المهاجم بتاعنا، الدفاع بيبدا من اول الهجوم. مظبوط. المهاجم هو اللي بيدافع من قدام، فاحنا كلنا بنكمل لبعض. زي ما قلت لك في اول الحلقه، الخبره معظمنا ما عندوش خبره، لا يلعب دوري ممتاز، ومعظمنا اول مره يلعب دوري ممتاز، فالطبيعي اللي هو يحصل دروب في الاول كده. بس الفكره بقى احنا نلم نفسنا بسرعه، وعلى قد ما نقدر نحافظ زي ما فيش حاجه تدخل فينا، الوقت ندخل فينا. بس زي ما قلت لك معظمنا مقصر، كان مقصر، والكابتن تامر بيحاول. هي كمان كانت الفتره بدايه بماتشات تقيله مع فريق لسه بيتكون، فمفهومه تماما. يمكن الناس ما بتصبرش قوي في الظروف اللي زي دي، عشان جبنا 9 بونت. احنا لسه متجمعين، ما كملناش شهر ولقينا الدوري بادئ، بس لعيبه رجاله كلكم طبعا، يعني حتى عملتوا ماتشات من اللي خسرتوها كانت ماتشات حلوه. وسنتين هتلاقي لعيبه من عندنا بتلعب منتخب مصر، ولعيبه كبيره بسم الله ما شاء الله، كل لسه عنده روح وعندهم هدف، باذن الله يعني يوصلوا لحاجه كبيره باذن الله. باذن الله. منعم، زي ما قلت لك يا كابتن في الاول، الاندماج ما كانش لسه وصل للعبة كلها. ايوه. وان انت مصدق ان انت بتلعب دوري ممتاز، وان انت بتلعب اهلي او زمالك او كده، الاندماج والتروس كانت لسه ما عشقتش في بعضها. مظبوط. تمام. انت عندك فرق كبيره النهارده في نص الجدول داخل فيها اهداف كتير. مظبوط. انت يعني بتتكلم مثلا في الاتحاد داخل فيه اهداف كتير، 20 جول في الاتحاد. تمام. انا النهارده انا في المركز بتاعي انا عامل 6 كلين شيت. تمام. مظبوط. من 11 ماتش. تمام يا كابتن. هي بس النقطه في الاول الرقم 14 هدف فينا، ان التروس لسه ما كانتش عشقت في بعض، واندماج اللعيبه مع بعضها، وان انت مصدق ان انت بتلعب دوري ممتاز، وان انت طموحك فين، والكلام ده كله. الخساره من الاهلي باربعه كانت صدمه بالنسبه لك ولا متوقعه في ظل الفروق على مستوى الاندماج والخبرات؟ لا مش متوقعه. انا زي ما قلت لحضرتك كابتن، انا بلعب على كل ماتش بلعب على 3 بونت، الاهلي بيلعب على 3 بونت وانا بلعب على 3 بونت. تمام. النتيجه كانت كبيره. قصرنا ما كناش مركزين، يعني نزلنا متاخرين شويه في الماتش. فاهم قصدي؟ بس اتخطفنا لعيبه برضو في مهزوزين شويه بلعب النادي الاهلي طبعا، والكلام ده. بس اول مره العب قصاد اهلي. صح. يعني تلات ارباع اللي لعبوا الماتش ده كان اول مره العب قصاد اهلي. صح. تمام. وانا بصراحه انا كنت واثق في اللعيبه اللي هنعمل ماتش حلو، ده انا كنت متران مع محمد مسعد اللي احنا هنعمل ماتش حلو، ونتيجه جابها مع الاهلي. جبت له شاشه، ما انت بصراحه رهنت برضه رهان تقيل شويه. كنت واثق يعني، واثق في اللعيبه، وكنا راهن على ماتش الزمالك. ماتش الزمالك لا ما راهنتش عشان العبوا وانت ساكت. والله جبت له شاشه سمارت والله. ايوه راهن واحد زميلك. طيب قبل ما اختم، يعني في خلال موسمك الاول في الدوري، في ال 12 ماتش او 11 ماتش اللي لعبتهم، مين اتقل مهاجم حسيت ان هو تقيل، مهاجم تقيل فعلا؟ ربنا يرجعه بالسلامه يا رب، عمرو جمال. عمرو جمال يا رب ما شاء الله. ما شاء الله يعني فرود زي ما الكتاب قال. ما شاء الله عليه. ده يعني احسن فرود انا لعبت عليه في الماتشات اللي فاتت، مع احترامي طبعا لكل الاسامي وكل اللعيبه. طبعا كمدافع واجب مهاجمين. بس يعني. وانت يا صبيحه؟ بالنسبه لي كلهم شبه بعض. خلاص لعبت انا مجمين شريف وكان ازار واللعيبه دي، فكله قريب من بعضه بالنسبه لي، وبادي لاعب قدامي مركزي. صح. هتلعب عليا فبقى كويس يعني بالنسبه لي عادي. تمام. فمهاجم على عينه وراسه، بس انا بادي شغله. مفهوم. بس اختلاف الامكانيات احيانا طبعاً بيخليك تتعامل بشكل مختلف مع كل مهاجم. ما هو مثلا لاعب محمد شريف غير مثلا ما لعب واحد تاني. مش عايز اقول اسماء عشان ما حدش يزعل مني. تمام. مفهوم مفهوم. بتتكلم على السؤال. فانت بتبقى مركز قوي على محمد شريف يعني بنسبه كبيره،
بلعب شريف اهلي وعنده توفيق يعني بيعرف يجيب جون فبتركزه بقى اكتر. مظبوط. بمناسبه الصليبي مليون سلامه عليك يا عمرو جمال، ترجع بالف سلامه النهارده. للاسف كمان مروان داوود في مباراه وديه ما بين ام بي والمقاولون العرب الظهير الايسر الدولي تعرض لاصابه اثبتت الاشعه انها عباره عن قطع في الرباط الصليبي. سلامتك يا مروان، ان شاء الله ترجع زي الفل، وكمان يعني قد يكون فرصه في الانضمام في المونديال في حاله التاهل اصبحت صعبه، لكن لعيب كبير صغير في السن وامكانياته كبيره قوي، وان شاء الله ترجع احسن بكتير. كلمته ولقيته معنوياته الحمد لله عاليه وواثق في عودته من الاصابه سريعا جدا. لاعب ام بي مروان داوود. قبل الختام صباحه انبسطت جدا بوجودك معايا كابتن مصر المقصه، ويا رب تحقق حلمك حبيبي باذن الله. اتحقق. نورتني حبيبي. نور. نورتني كابتن احمد منعم، وبالتوفيق باذن الله في الموسم اللي حالي. حابب اختم بس كلامي، حابب اشكر والدي ووالدتي جدا. تعبوا في مسيرتي كلها بصراحه يعني، وقفوا وساندوني بطريقه كبيره جدا جدا جدا، فان شاء الله ابقى عند حسن ظنهم واوصل للمكان اللي هم شايفيني اوصل لها. ربنا يخليهم لك. وحابب اشكر زوجتي برضو، وقفت في ظهري كتير جدا. ربنا يخليها لك. وبس، فمبسوط ان انا كنت معاك، ويا رب تكون حلقه خفيفه كده على الناس. أكيد. وانا مبسوط ان كنت معاك كابتن. انا اسعد. صبيحه لازم يرجع لك المايك طبعا. هو لازم وحرجني تقول البابا وماما. طبعا اكتر ناس وقفوا جنبي يعني انا واحدهم، ونفسي عوطهم انا خالص. الله يرحمه. الله يرحمه. وانا بعافر عشانهم، ودايما طبعا بشكر خطيبتي واهلها حماية وحماية اخواتها طبعا. بصراحه دايما يرفعوا من معنوياتي، حتى بعد اي نتيجه يقعدوا يتكلموني، وان شاء الله النتيجه تتحسن. يقعدوا ده طبعا يعني يرفعوا من الروح. صح. بيتقل. صح. مهمه الدعوات دي، مهمه. الفضل كله يرجع لربنا بصراحه. ربنا يوفقكم وبالتوفيق ان شاء الله في اللي جاي باذن الله. حبيبي. نورتونا. نورنا احمد صبيحه واحمد منعم لاعبي مصر المقصه، وانتوا كمان كالعاده منورينا جدا جدا جدا. غدا الساعة 11 هنتقابل، هيكون بعد نهاية مباراة مصر مع السنغال بساعتين، تكونوا احتفلتوا فتحتوا التلفزيون، نكمل احتفالات مع بعض بإذن الله. تحيات كل فريق العمل في الماتش، وغدا مصر مع السنغال. يا رب يا رب يا رب نتأهل إلى كأس العالم، لأنه خلاص فاضل تكة. إلى اللقاء.